لو قلنا ان اعظم مشروع تكنولوجي كذا، مين اللي عمله؟ انسان. واعظم مشروع عماره ومعمار وبنى، مين اللي عمله؟ انسان. واعظم مشروع في كذا وفي كذا وفي النانو تكنولوجي وفي الاي اي، مين اللي عمل الكلام ده كله؟ انسان. فين بقى المشروع الام الرئيس اللي هو بناء الانسان؟ عايز تطلع من ايه يا احمد بالموضوع ده؟ واحده من الاشياء لازم ناخد بيها النهارده في طريقه تفكيرنا. النهارده احنا مش بنتكلم عن فكره، سياده اللواءات والوكلاء اقوى مني كده بكتير، مش بنتكلم عن افكار، انتوا اقوى مني فيها بكتير. احنا بنتكلم عن حاجه ثالثه خالص. احنا بنتكلم النهارده عن طريقه تفكير عايزين ناخد بيها النهارده. فاول ركيزه في طريقه التفكير النهارده، سيبكم من البرزنتيشن مش هنمشي معاه قوي. يعني انا حابب النهارده ايه نكوميونيكيت ايه هارت تو هارت زي ما اول حاجه، انت هتستثمر كيف نفسك؟ مع اننا استثمرنا كتير بس ممكن يكون الاستثمار مش مظبوط. ممكن حد يروح الجيم ويدفع ويعمل ويظبط الوجبه الغذائيه هاي العظيم عشان البنيه بتاعته تبقى ايوه، هتعمل بيها ايه؟ والثانيه قدام المرايه والاي لاينر ومش عارف ايه واخر موضه، وتقعد اربع ساعات عشان تظبط عشان عندها حفله. ماشي، احنا بنستثمر في الشكل الخارجي. طب والجوه؟ طب وطريقه التفكير؟ طيب واللايف ستايل بتاعنا، اسلوب الحياه يبقى عامل ازاي؟ الناس اللي نجحت مش نجحت عشان هم اجمد حد، الناس اللي نجحت عشان هم ناس امنوا بنفسهم كويس قوي وفهموا هم مين وليه وايه وفين وهم رايحين ازاي. عارفين لاين كينج؟ مين فيكم شايف لاين كينج؟ شفتوا النسخه الجديده؟ النسخه الجديده ال 3 دي مش القديمه الكرتون العادي. انا لازم انصحكم تشوفوا الفيلم ده، وفي مره يعني استاذن سياده الوكيل واجيبه ونمشي مع بعض يعني شوت شوت كده، لان فيه لقطات خطيره جدا. انا الفيلم ده سافرت له بلاد حرفيا، وكاتب الستوريز مع الفيلم ده. يعني سافرت له بلاد؟ يعني كل ما الاقي مواصفات سينما معينه في بلد اخد الطياره واروح الكويت، بحرين، السعوديه. شفتوا اللقطه بتاعت لما سيمبا اتعرض للخطر عند الضباع وابوه جه انقذه وقال لزازو خد نالا انا هعلم ابني درس، ورجله اتحطت على بصمات الاسد الكبير، ولما طلعوا على القمه وقعد يعلمه قال له انا كنت فاهم ان الاسد يعمل اي حاجه ويقدر يعمل اي حاجه. قال له لا، هو بيعمل كل حاجه لما بيضطر اليها. طريقه تفكير، اسلوب، لايف ستايل، ان انت ازاي ترشد القوه بتاعتك، ازاي ترشد المهارات بتاعتك.